لقاء أصحاب عين أنا ملك. أنا إن شاء الله أوريكم الأدوات اللي أنا اشتريتها من مول تهيب النور. ودي الأدوات اللي أنا اشتريتها لو تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا بقى على الفيديو نعرف احنا نشتري ايه مع بعض. وكمان هقولكم الأسعار في الفيديو، انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا على الفيديو. مع طبعا انا ملك، انا ان شاء الله هعمل لكم جوله في ادوات الرسم. واول حاجه عندنا هنا الوان الشمع، وعندنا هنا مساطر، وعندنا هنا الالوان اهي. دلوقتي انا بشتري ادوات الرسم اللي هرسم بيها، وان شاء الله لما اروح هعمل لكم فيديو عنها. كراسات الرسم اهو، بلدات الكراسات للمدرسة. كراسات رسم عادية، ودي كراسات رسم اهو كمان. دي كراسة رسم اهي تلمع. ودي علبة ألوان اهي، وعندنا هنا ألوان الجاف اللي هي الألوان عشان ودي مقلمة اللي هي بتاعت الأدوات الهندسية، فيها قلم رصاص، وفيها البرجل، وفيها اللي هو المثلث، ودي مقصات الأطفال الورق، عشان طبعا مينفعش نمسكوا مقصات يعني حقيقية عشان ما يعوروش نفسهم. وعندنا هنا اللي هو الورق اللي أنا كنت عملت لكم بيه النتيجة، اللي هو الورق الفوم ده. ودي اشكال من المقالم شكلها جميل وكيوتة، فاكرة من الشكل ده. دي ب22، ودي ب37. هاتي دي كده، وده كمان شكل تاني اهو 27. 27 احسن من الصغيرين. ودي شكلها عاجبني قوي، فانا هشتريها دلوقتي بقى. ودي اشكال مساطر تقدروا ترسموا اللي انتوا عايزينه. كام دي يا مرحبا؟ ب6 جنيه. ب6 جنيه. وعندنا هنا كمان ده اللي هو الورق اللي هو الملون اللي بيتلزق على الشنطه. وده عندنا سلسله اللي هو الشكل. طبعا انا معلقه الفيديو عشان المكان زحمه جامد قوي، عشان بس دخول المدارس. ويعني انا بشتري ادوات المدرسه، وكمان بشتري ادوات ال
ان شاء الله لما اروح هبقى اعمل لكم فيديو عن ادوات الرسم اللي انا اشتريتها. لسه انا بوريكم ايه اللي موجود في المحل اللي احنا بنشتري منه. هو اسمه التوحيد والنور. لو انتوا عارفين اكتبوا لي في الكومنتات. ودي اشكال تانية من المقالم اللي هي اللي بتتفتح, مش اللي هي اللي بتتفتح, ويعني هي بتتفتح كده زي اللانش بوكس كده زي العلبة. وفي منها على شكل عربية, وفي منها اللي هي الاشكال اللي هي المربعة بيعمل زي شكل موتوسيكل. هي مستطيلة بس مرسومة عليها شكل موتوسيكل. وفي منها كمان اللي هي العربية. وفي منها طبعا دي بنات اهي, هي شكلها حلو قوي ان شاء الله. ودي الكتب اللي تعلم الاطفال الحروف اللي هم في الحضانه الصغيرين, بتساعدهم على تعلم الحروف بسرعه, وهي جميله جدا. كنا جايبينها لاخواتي قبل كده وكانت جميله جدا. وازاي اصحابي شايفين العربيه بتاعتي الجديده اللي انا اشتريتها دي تحفه. انا مبسوطه قوي. لما نطلع بقى, لما نمشي بقى من توحيد النور, هوريها لكم وانا بركبها. باي باي. دلوقتي يا اصحابي انا عملت لكم جوله, بس انا دلوقتي بقى هشتري حاجتي وكده. يكون انتهى فيديو النهارده. عقبال الفيديو النهارده اعملوا لايك وبس. باي باي. وكده يا اصحابي بعد ما رجعنا من مول التوحيد والنور, دلوقتي بقى هوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها. واصحابي لما بقى اجيب العربيه من المحل هوريها لكم, وان شاء الله هتعجبكم. ان شاء الله بعمل لكم فيديو عن العربيه. غريب قوي. هي عجله ولا عربيه؟ غريبه قوي. دلوقتي بقى نفتح ادوات الرسم مع بعض. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. انزلوا تحت الكومنتات عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. يلا نبدا معاكم نفتحها. ودي الادوات اللي انا اشتريتها انا ولينا ومريم عشان نتعلم في كورس الرسم. والوقت بقى هوريكم احنا اشترينا ايه. هي دي طبعا الادوات اللي الناس بتاعتنا طلبتها منين. بص جبنا الوان الشمع دي تحفه. اول حاجه جبنا علبه الوان الشمع دي, وجبنا بعديها هي بتتفتح كده. وجبنا بعديها بكام يا ملك؟ قول لاصحابنا بكام. في 32. وبعديها هي فيها 12 لون, وده شكل الالوان. هاتي ورقة كده يا ملك واكتب عليها. طيب ماشي. هاتي ورقة يا ملك. هاتي ورقة يا ميرم كده ما نجرب على الألوان. جبت كرتونة؟ لا هاتي ورقة بيضة. هاتي ورقة بيضة. هاتي ورقة من على ماشي يا ملك. طلع الباقي. يا أصحابي أنا جبت لكم ورقة هيك عندي جرب مثلا أختار اللون المفضل. هاتي الألوان يا ملك اللي قدام أصحابي. اللون الأحمر أصحابي اللون المفضل اللي عندي. واو ده تحفة يا جماعة. شايفين؟ وكده جربنا معاكم الالوان. دلوقتي بقى هنفتح شايفين؟ لما شايفين بكام؟ نزلها تحت يا مريم شويه عشان اصحابنا يشوفوها. شايفين يا جماعه بكام؟ معلش نحط دي مقطعه. بصوا بقى شكلها. ودي شكل المقلمه اللي انا جبتها لي انا ومريم. ودي كانت ب 35 جنيه. وده شكلها. هي مرسومه على الرسمه دي. وهي فيها جاب اهو, وده بتاعي جاب, وفيها سته كبيره. ويلا بينا بقى نفتحها مع بعض. فكره اصحابها كنت مفكره جيم بقى. هي بتتفتح وكمان عليها الرسمه دي من تحت اهو. فانا هاخد الكرتونه دي يا اصحابي. هي ما شاء الله الرسمه شكلها حلو قوي. ممكن ترسمها في فيديو. وهي عجبتني جدا وعشان كده اشتريتها. تعال بقى نفتحها معاكم اصحابي من فوق ومن تحت. الوقت بقى هنحط دي كده. واو وهي دي المقلمه بتاعتنا. وده شكلها. هي طبعا محشيه ورقه, ولا اكنها محشيه بس محشيه الحمرا جوه. واو ده هديه ممكن نحصل بيها. شايفين يا اصحابي الاسفنجه؟ وهي لها جيب من هنا اهو, وبرده في سفنجة صغيرة. ده شكلها. الله ظريفة جدا. وده جاب اهو ممكن احط فيه الاستيكة. كلهم فيها سفنجة ولا ايه؟ وده تاني جاب وفي سفنجة اهو كمان على شكل مربع. اللي هنرص فيها الادوات اللي احنا عملناها للرسم.
قولي لصحابنا مالك، انت اشتريتها بكام؟ ودي كان سعرها 35 جنيه، وهي جميلة جدا. دلوقتي بقى نشوف تاني حاجة مع بعض. وتاني حاجة طبعا جبنا كراسات، انا جبت 2، واحدة ليا واحدة لمريم عشان مريم برضه بتتعلم معايا في كورس الرسم. ودلوقتي بقى هفتحها معاكم. دي طبعا الاول واحدة بتاعتي، افتحي بتاعتك كده يا مريم. انا هفتح بتاعتي واختي. وهي دي شكلها، وورقها بيكون تخين شويه عشان لما نيجي نرسم عليها ما تبقاش تبان من الناحيه الثانيه، عشان لو بنرسم بالوان ميه او الوان شمع. وده شكلها، وده صمت ورقه، هو بقى تخين شويه. شايفين اصحابي دي شكل بتاعتي انا برضو زيها. الكراسه دي بكام يا ملا؟ ب 8.5. 8 جنيه. ما شاء الله حلوه وجميله. دي مخصوص للرسم. وكمان جبنا واحده لمريم، اختي مريم. دلوقتي بقى هنشوف تاني كل حاجه مع بعض. على فكره اصحابي عارفين العربيه اللي قلت لكم عليها، انا قاعده افكر فيها، عاوزه اركبها دلوقتي، بفكر فيها مش بنساها خالص يا اصحابي. بعد كده جبنا الالوان، جبنا الوان خشب والوان في الوان في الماستر. وطبعا زي ما قلت لكم الالوان مش كنت في الكراسه عشان تاني. جبنا الوان خشب اللي هي فيبر كاستل، وجبنا الوان في الماستر. افتحي يا ملك واصحابنا. وجبنا كمان الوان شمع. دلوقتي بقى هفتح هنفتح الاثنين مع بعض. تعالى نشوف اول واحده اللي عليها ايد ده. واو، وهو ده ورق كده يا ملا. وده نفس الورق يا اصحابي، ده اصفر. وده شكل اللون، هو كده من جوه. شايفين اختي كانت ترسم الرسمه دي، هندور تعالى نجرب نلونها. هاتي ارسمي لوني كده. انا هلون الرسمه دي، تعالى نجرب اول لون المخطط. هاتي يا مريم هنا عشان اصحابنا يشوفوها. وكمان في اللون الاورنج، شايفين يا اصحابي. واو، هلون شعرها باللون الاصفر معاكم. وكمان عندنا الالوان الخشب اللي هي فيبر كاستل. ايوه دي مخصوصه يا ملك للرسم. ودي جميله جدا، وانا جربتها كتير وكل مره بجيبها. كانت هناك واحده اصحابي صغيره بس. ودي الالوان الخشب الاصحاب اللي انا جبتها اللي هي فيبر كاستل، وهي الوان جميله جدا، وانا جبتها بجيبها على طول. دلوقتي بقى هنشوف بقى عندك اصحاب الالوان، ودي الالوان اللي احنا جبناها. ودي الالوان اللي احنا جبناها، جبنا الوان شمع، وجبنا الوان مصدر، وجبنا الوان خشب ب 32، والوان الشمع ب 32، والمقلم ب 35، والوان الفلوماستر بكام؟ هنجيب الوقت الفطورة. هنجيب الفطورة. تعالي أخلي أكل معاكم الموضوع واحدة واحدة. وخلاص أنا جبت لكم الفطورة. وألوان في ماستر كان سعرها 9 جنيه، والألوان الفبر الكاسل كانت العلبة دي ب 32 جنيه، والشمع كان 32 برضه، والمقلمة ب 35، وكراسة ب 8 جنيه ونص. لسه في حاجة تانية يا ملك؟ لسه هنجيب بقى أقلام الرصاص والأساسيات. يا أصحابي ماذا لما انت بدل ما نسمي الوان الشمع دي الوان شمع، ممكن نسميها الوان الشبكه. هي تكون شكلها ولون اصحابكم هي احسن الوان الشمع. الكوريكتور عشان لو احنا غلطنا حاجه بنمسحها، بس احنا مش بنستخدم من الجاف في الرسم كتير. بكام بقى الكوريكتور؟ ماشي، بس بيحط على نقطه بيخبي اللي انتوا عملتوه. هو بس هو ده ب 4 جنيه. الكروكتر ده كان سعره 4 جنيه. مش غالي خالص، مش جميل. وأسدي الأستيكة اللي هي فيبر كاستل برضه خصوصا للرسم. فيبر كاستل نفس الشركة ب5 جنيه. الأستيكة دي ب5 جنيه. الأستيكة دي ب5 جنيه. وجبنا كمان قلم رصاص. القلم ده القلم الأصفر ده يا ملك؟ أيوه. القلم ده ب6 جنيه. القلم ده ب6 جنيه، والقلم الأسود ده الواحد ب3 جنيه. دول برضه أقلام مخصوصة للرسم. ودي قلم مخصوصة للرسم. جبنا حاجة تانية يا ملا؟ لا. دلوقتي بقى هنجهز المقلمة معاكم.
دي تسيبها زي ما هي. طبعا رسمه جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله. طبعا الوان الشمع هي جاية مع المقلمه بتاعتها، فاحنا مش هنحطها في المقلمه عشان تحافظ عليها وما تسيحش وكده. ودلوقتي بقى هنجيب المقلمه بتاعتنا ونبدا نحط فيها الاقلام مع بعض. اول حاجه هنحط الاقلام الرصاص، قلم لملك وقلم لمريم. قلم ليا وقلم لمريم، ونحط كمان الاستيكه من المسعاس عشان غلطنا نمسح بيها. كان في برايه، نحط الكوركتور وكنا نكون جايبين برايه. ونسيت كمان اوريكم البرايه. جبنا دي، ده شكل البرايه اهو. جميل، حطها ملك على الكراسه دي. وده شكل البرايه، 2 جنيه ونص. البرايه دي كان سعرها 2 ونص. ودلوقتي بقى هنحطها هنا عشان احنا ممكن ما نلاقيهاش في المقلمه الكبيره، فنحطها في الجيب الصغير عشان نسهل علينا ان احنا نلاقيها. وبعد كده هنقوم قافلين. وممكن كمان نحط الالوان. لا مش هتعرف، ممكن تحط الفكره كاس اللي عملها في المقلمه زي ما هي كده، ونحط الالوان جاي بتاع المقلمه. ممكن نحطها 2 ورق دي. بس اسحبها لون رسمه وارهركم. خلاص الحمد لله دخلت اهي، فانا هحطها جوه المقلمه. طبعا انا بلون بالوان السماء. خلاص انا كده هلون الرسمه، هلون الرسمه اللي اختي كانت عاملاها من مريم زمان. مريم تلون بالوان الشمع. تمام يا اصحابي، دلوقتي هلون معاكم الرسمه دي، لونتها شويه لحد ما نكملها نكون شاطرين. طبعا انا لونت الشعر باللون الاصفر، ولونت الناحيه الثانيه باللون الاحمر. تعال بقى نلون جسمها. هنجيب بقى انا واحده فينا، تعال نجيب اللون ده اللي هو ايديها. لا لوني بلون اخضر يا ميرنا عشان يبقى واضح شويه. هلون ايديها باللون الاخضر. عايزه اصحابي انا بقى احيانا بقى بره واحيانا لا. ليه يا ميرنا تطلع بره ليه؟ احيانا اما لونت باللون الاخضر. لا اعملي ايدها بقى التانيه عشان يكون زي بعض. مش هننجع الشعر. ده بهنلون بقى صباح باللون ايه؟ طب انا ماشي اول بمبي. مثلا بمبي الايد التانية. خلاص لوني بقى التيشيرت ده. التيشيرت بقى تعال نختار لون. اصحاب اختاروا معايا اصحاب اللون مناسب ليها، مثلا زي اللون الازرق مثلا. اللون الازرق تقيل يا اصحابي قوي. ايه ده، مش بتخفف؟ شكرا. اعملي بقى شفايفها باللون الاحمر. ايوه الشفايف بتكون احسن باللون الاحمر يا اصحابي. تعملي باللون الاحمر حتى صغير. يا اصحابي عملت شفايفها. تعال بقى نلون وشها. لا وشها، لا وشها يفضل ابيض كده. وشنا بيبقى احيانا بيكون ابيض. شايفين يا اصحاب الرسمه؟ اوصلكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تحت الكومنتات عشان اوصلكم كل جديد. ورنوا الجرس يا اصحابي. وباي. وباي. بحبكم يا اصحابي.